وعفي هذا الوزير في ذيك الليلة. وش قصة إعفاء أول وزير في عهد الملك سلمان؟ دكتور ماجد، الوضع مو طيب، الوضع مو طيب أبدا. قبل ما يكمل شهرين من إعادة تعيين وزير الإسكان صدر قرار إعفائه. قطاع الإسكان كان مدلل. من وين المفروض يبدأ الوزير الجديد رحلة التحولية؟ لاني شايف البنوك تشارك، لاني شايف أثر في الناتج المحلي، ماني شايف صناعة. حتى الشخص اللي عنده دخل ما كان يقدر يقترض من الجهات التمويلية. هل هذا عادل؟ هل هذا حق؟ وش اللي صار؟ وش الحكاية؟ حكاية وعد الليلة 6:10 بتوقيت السعودية، الـ NBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.